ما تسمع بعض كبار السن عندنا ينبهون لك صار شيء قال خيره في الزين وفي الشين، شو يقول لك؟ ها خيره، شر ان الله صرفه، خيره خير ان الله عجل به. هذا هو الايمان، هذا هو الايمان بالقضاء خيره. لا تعلم سر الله، لا تعلم ماذا خبأ الله في القدر، لا تعلم ماذا سيكون لك، ما تعلم انت. ولذلك لما تكون هذه المسألة موجودة، مسألة الإيمان والرضا بالقضاء، الله أكبر، كم ستكون كمية هائلة من السعادة اللي يسمونها الآن الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية. ترك منك العبارات هذه، هذا الإيمان، ها؟ هذا الإيمان، كم سيكون كمية من الإيمان والرضا والتسليم والارتياح والإطمئنان والركون إلى الله، لا إلى نفسه وسوسته وهمه وغمه وكيده ونكده وما يصيبه، فيصبح أسير الوهم، يصبح أسير اللحظة، يصبح أسير هذه الأقدار، فلا يستطيع أن يقوم وينهض، لأنه ما يؤمن بقضاء الله قدره وخيره وشره.